خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد ولقاء مع المدرب العام للفريق الكابتن احمد الجرح. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك يا كابتن هيثم ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن احمد الجرح برحب بيك. كابتن احمد مبروك، فوز مهم وصعب والاصرار شايفينه وروح الفانيلا الحمراء شايفينها. حابب تقول للعيبه الرجاله على ادائهم المميز جدا ده؟ حبيبي كيمو، قبل ما اقول للعيبه لازم اشكر نادي الاتحاد وفريقه وجهازه، فريق محترم دايما. احنا هم ماتشاتنا الفاينل، اي حد يكسب. الحاجه بس اللي عايز اقولها قبل ما اقول للعيبه، المسؤول عن موقع الاتحاد السكندري كره السله للنادي، موقع الرسمي للنادي، انا بشكره جدا لان هو حط بوست فعلا ما خلناش اشتغلنا على العمل النفسي مع الفرقه، هو اشتغل لنا. يعني هو حط صوره تحفيزيه للفرقه ما اظنش ان هي ترضي الحاج محمد مصرحي، اللي هو بالنسبه لي بالنسبه لاي حد في لعيبه الباسكت بالذات اخونا الكبير، ان يعني نسر النادي الاهلي في قفص. لا، نسر الاهلي طول عمره بيحلق، والنهارده الحمد لله حلق في 6 اكتوبر وفزنا بالكاس اللي احنا الحمد لله نستحقه. الاتحاد فرقه كبيره والاهلي فرقه كبيره، بس الحمد لله احساسنا ان احنا من اول دقيقه، ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا، احنا استعدينا كويس اول الماتش. حبيبك يوم حبيبي، فرحه كبيره اكيد يا كابتن هيثم زي ما بنقول مع نجومنا طبعا. انا يا جمال، ريم الجمال، يعني رغم الاصابه لكن حبه الكبير طبعا واصراره ومساندته الدائمه مع النادي الاهلي. يعني هو بدلك طبعا ابراهيم بالنسبه ان انت ما تكونش متواجد النهارده لكن متواجد كالعاده مع الفريق. مبروك النهارده، فوز مهم وبطوله صعبه جدا وغاليه جدا على النادي الاهلي. الحمد لله مكسب النهارده وبطوله تضاف لينا والنادي الاهلي وجماهيره. الحمد لله مش عارف اقول ايه، الفرحه مخليانا مجانين. والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وللفريق وكله تعب، واللي بره واللي جوه كلنا بنساعد بعض، وان شاء الله الدوري الخطوه اللي جايه ان شاء الله. الاتحاد مميز جدا، عنده امكانيات مميزه جدا، لكن اصرارك كان واضح قوي يا ابراهيم في المباراه دي، وكان واضح ان احنا مركزين من اول دقيقه، حاسين ان احنا العشره زي ما بنقول يا اهلي. طبعا الاتحاد فريق كبير معاهم كابتن مرعي ومعاهم عناصر كتير كويسه، والماتش انت شايف من رايح جاي طول الماتش، ولكن الحمد لله باصرار اللعيبه وان احنا متكاتفين مع بعض من اول السنه ان احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات، هو ده اللي خلى الناس تمسك في الجيم لاخر ثانيه، والحمد لله على المكسب ان شاء الله. الف الف مبروك، الله يخليك. بنبارك من جديد يا كابتن هيثم لابطالنا طبعا ونجومنا، فرحه كبيره جدا جدا هنا في صاله طبعا الدكتور حسن مصطفى بعد الفوز الكبير جدا والغالي على نادي الاتحاد السكندري، استحقوها الحقيقه ابطال النادي الاهلي. زي ما قلت لك يا كابتن هيثم، الشغل كان واضح بشكل كبير جدا من اوجستي بوش المدير الفني، الاصرار الكبير مع اللعيبه. يا رب ان شاء الله الفرحه تكون مستمره مع فريق النادي الاهلي في كل الالعاب الجماعيه والفرديه، وده اللي بنركز عليه، القادم يكون افضل ان شاء الله. يا كابتن هيثم اسيبك دلوقتي طبعا مع الفرحه ومع طبعا مراسم التتويج الخاصه طبعا بابطال النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا والنادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله كله اهلي ان شاء الله، ودايما مفيش جديد يا كابتن هيثم، الاهلي حديد.